لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. جعل الله تعالى لنا في كل سنة يوم لا يمكن تعويضه ولا يمكن تخيل فضله، إنه يوم عرفة. لهذا اليوم أسرارا عظيمة لا يعلمها إلا الله تعالى. ولما كانت ليلة القدر مجهولة الوقت وليس لها ميعاد ثابت، فإن يوم عرفة لا يتغير، ومن يفوته هذا اليوم فقد فاته الخير كله. ولكن لماذا سمي هذا اليوم بيوم عرفة؟ وهل هو خير من ليلة القدر فعلا؟ وماذا كان النبي يفعل في هذا اليوم؟ وماذا قال عنه؟ في هذا المقطع سنجيبكم على كل تلك التساؤلات، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا وتفعيل زر التنبيهات. غدا هو أعظم يوم من أيام السنة عند الله عز وجل، وهو يوم عرفة. الكثير منا يتساءل عن سبب تسميته بهذا الاسم، وهناك قولان في ذلك. القول الأول هو أن آدم عرف حواء في ذلك المكان بعد أن أنزلهما الله تعالى إلى الأرض، حيث أنزل الله كل منهما في مكان مختلف والتقيا وتعارفا عند جبل عرفة. أما القول الثاني فهو أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج، فيقول له أعرفت؟ فيقول إبراهيم عليه السلام عرفت عرفت، ولهذا سمي بعرفة. لهذا اليوم فضل يفوق العقل وحسابات البشر، وذلك لأسباب عديدة. أولها هو أن يوم عرفة هو أحد الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها، وذلك لشدة فضلها وعلو قدرها. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر، صدق الله العظيم. وأجمع العلماء على أن الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، فالوقوف بعرفة في هذا اليوم العظيم هو ركن الحج الأعظم، ولا تصح هذه الفريضة العظيمة من دونه، فقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وفضل يوم عرفة يفوق فضل كل الأعمال الصالحة بما فيها الجهاد الذي هو أكثر الأعمال تضحية وفضلا. قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والمحظوظ هو من استطاع الوصول إلى جبل عرفة في ذلك اليوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يباهي بأهل عرفة أهل السماء، فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شفعا غبرا. ولكن من الأعمال التي يستحب القيام بها في هذا اليوم العظيم، في الواقع يوجد ثلاثة أعمال هم خير ما يمكن للمرء القيام به في يوم عرفة، وسنعددها لكم الآن. أولا الصيام. من أكبر الطاعات والأعمال المستحبة في نهار عرفة لغير الحاج هو الصوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ففضل الصيام في يوم عرفة عظيم لدرجة أنه يكفر ذنوب السنة التي قبله والسنة التي بعده إلا الكبائر، والكبائر بحاجة إلى التوبة المطلقة حتى يغفرها الله تعالى. أما الحجاج فلا يستحب صيامهم ليوم عرفة، وذلك لما فيه من المشقة، وليستطيعوا التفرغ لباقي الطاعات جميعا في ذلك اليوم العظيم. ثانيا الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فمن كانت عنده حاجة فليدعو الله تعالى بها في هذا اليوم العظيم، ولعل الله يستجيب له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ويتجلى ويباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ثالثا، التكبير. أحب صيغة للتكبير هي الصيغة التي يقول المسلمون فيها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأن يكرر التكبير 3 مرات بقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويستمر التكبير من يوم عرفة إلى آخر أيام عيد الأضحى، ومن السنة الجهر به بصوت عال. ويوم عرفة هو اليوم الذي أتم فيه الله تعالى دين الإسلام. اللهم تقبل منا ومن المسلمين جميع أعمالهم في هذا اليوم العظيم، واجعلنا يا رب من عتقائك من النيران.